هحكي لحضرتك حاجه لما ابتدى النور ده ينور قدامي عملت اكسبيرمنت قعدت قلت اجرب حاجه لان انا كاسيس كنت برعى ناس فانا دايما مثلا لسه بواجه زي اسس كتيره مشاكل زوجيه كتير قوي فمن مره المرات قلت لما النور ده كده عايز اجرب الموضوع ده ففي اثنين كابل كده عندهم مشاكل دايما وسنين بحاول معاهم ويهديكي يهديكي وحاول النقطه دي بتزعل جوزك وكده وكل الكونسلنج الطبيعي بس ب... مره قلت لها هي بتقول لي انا عمل كده فانا اضطريت اعمل كده زمان كنت اقول لها معلش ربنا عارف انه انت دا... انت ضعيفه وكده المهم تتوبي وترجعي السايكل ال... الحلقات المفرغه اللي ما بنخلصش بس. بس في وقت رحت عملت حاجه كده قلت لها انت اميره انت ملكه انت بنت الرب ايه السلوك المفروض تعمليه سكتت في المكالمه بعد لما كانت بقى صوت التليفون كده صوت كانه بقى بعد السماعه عشان <applause> انت انت عارف ممكن بيبقى في الكونسل حاجه زي كده ايه سكتت خالص وفي خلال اسبوعين تحولت الى شخصيه سلوك اختلف 180 درجه قلت ساعتها واو يا رب اللحظه اللي اكتشفت وابتدت تشوف اه ده صحيح انا صحيح بتكلم وكثير ناس كثيره من المؤمنين يقول انا انسان وانا ضعيف وانا كذا لكن انا عايز اقول لكل شخص بيشاهد انه لا انت مش انسان طبيعي، انت ساكن فيك الروح القدس، انت خليقه جديده، لما نبتدي نشوف هويتنا اخ نزار سلوكنا هيختلف هنا بنشوف ازاي انه لان انتم متمثلين بالله لان انتم اولاد لان انتم احباء هتلاقوا نفسكم ايه؟ عشان كده دي القوة اللي الدفع. بتدفع الشخص الدفع ضد الزنا، عايز أنا وقفت يمكن عند الآية الأولى دي بس يعني عشان أشرح باستفاضة يعني لكن... كنت عاوز أقول إنه رسالة أفسس هي بالحقيقة رسالة السماويات هي رسالة السلوكيات في المسيح وهذا الشيء اللي بشجعنا واللي بعزنه وكمان إنه إحنا صرنا شركاء الدعوة الإلهية. شركاء الدعوة السماوية. شركاء طبعا الطبيعة الإلهية. يعني صرنا شركاء في الطبيعة. كلمات قوية. قوي شركاء الروح. عارف كلها بتعطينا هوية أنه أنت يعني بصورة عالية جدا 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 يعني الملك ما, بي ما بينفع أنه يتصرف مثلا مثل رعاع القوم أنت ملك أنت أمير فعلا نفس الكلمات اللي حكيتها في الكونسلينج مع الكابل يعني وعايز ارجع عشان في ناس بيحصل لها كونفيوجن تشويش في الحته دي، ده مش معناه دعوه انك انت تشوف نفسك كده فوق الكل او احسن من الكل، لا بكل تاكيد لانه يسوع وهو معلم كان بيخدم وكان بيغسل اقدام التلاميذ فهو ده مش دعوه للتعالي او انك تشوف اعلى نفسك من غيرك لكن تعرف انت مين وبتتصرف بالطريقه دي